ياسر ريان اسمه والتاريخ اللي عمله مع النادي الاهلي واللي عمله مع المنتخب الوطني، ليه ما بيشتغلش في المنتخبات الوطنيه؟ وشفناه مثلا اخذ قصه التدريب ولا راح مسك الناشئين ثم بعد، ولا شفناه في المنتخبات ولا شفناه منصب قوي في النادي الاهلي. بص يا كابتن شادي، انت عارف انا الحمد لله بحترم نفسي جدا، ما احبش اروح لحد اقول له انا عايز اشتغل، ولا بحب اطلب من حد حاجه. انا اي مكان ببقى متواجد فيه في النادي الاهلي، انا بكلمك عن النادي الاهلي، ببقى متواجد فيه بحب اخدم النادي الاهلي ايا كان المكان. انا المكان اللي انا فيها طبيعي جدا ان انا المفروض ابقى احسن في مكان احسن من كده، وده اللي انا ببقى اطلبه حتى. يعني انا سواء يستفادوا مني في منصب احسن، انا سني دلوقتي ما عادش ينفع اشتغل مراحل سنيه ناشئين. خلاص. ايه اللي عطلك اللي انت ما تاخدش مناصب؟ ما انت عارف برضو انا مش يعني الحمد لله انا ما بتحاسبش على حد. انا كده انا مع نفسي. صداقتك لهادي خشب؟ لا 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 خالص، لا هادي عطلتك؟ لا خالص خالص. لا انت ممكن يكون صداقتك بهادي يمكن ضرني مش عطلتني. ما هو ده اللي عايز اقوله. لا مع هادي شخصيا. طب مع ان هادي صديق ليك جامد جدا واصحابه وفي جيره وتفاصيل كتير، بس لما راح مثلا كان موجود في منصب مهم في النادي الاهلي ما حطكش في المكان اللي انت تستحقه. بص ما زعلت الوقت ده؟ لا انا طبعا اللي انا ازعل، لكن برضو ده بيبقى نصيب وخير ليا. وعمري انا ما ده ربنا بيبقى كاتب لي حاجه في مكان احسن من اللي انا ابقى فيها. ممكن ابقى في مكان في النادي الاهلي وممكن اضر نفسي. فالحمد لله اتعود كده ان ربنا سبحانه وتعالى بيكتبه للبني ادم. طب انت بتقلب من المنتخبات. يعني في لعيب بتلاقيه لعب في المنتخب وتدرج في المنتخبات، فانت واحد من في ناس ما لعبتش موجود. انا المكالمه اللي عملتها لسه من اسبوع ان شاء الله مع الاستاذ جمال علام، والله كلمته كده قلت له ايه؟ كلمته اتصلت بيه قلت له ان شاء الله ربنا يكرمك ويوفقك ان شاء الله، انت المجلس نفسه محترم، بس انا عمري دخلت اتحاد الكوره واقدم انا بطولات ومنتخبات وكميه كميه الماتشات اللي لعبتها، عايز يبقى ليا تواجد مع منتخب مصر اذا في امكانيه. بس مش اكتر. فهو حتى رد علي قال لي ان شاء الله هنعمل نظام ان شاء الله نظام محترم نساعد الناس بيه ونشغل الناس بشكل كويس، مش طلب اكتر من كده. لكن انا ما اجيش الاقي زميل ليا يمشي ويجيبوه تاني، يمشي ويجيبوه تاني. كتير. طب مش لازم ياسر، في ناس كتير موجوده. لو نجح في الانتخابات وما وفاش بعهده او اللي هو قاله، هتزعل اللي انت عملت المداخله دي او المكالمه دي؟ انا بقول انا باخد بالاسباب. انا متعود في حياتي باخد بالاسباب. انا بعمل بالسبب، ربنا في سبب بقوله. ما وفتش او هو شايف اختار تاني، يعني مش هلومه، بالعكس.